الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الثانية: الأصل في الأمر الفورية. فإذا جميع ما أمرك الله عز وجل به فالأصل أنك تمتثله فورا، ولا يجوز لك أن تتخلف عن هذه الفورية إلى التراخي والتكاسل والتأخير إلا بدليل يدل على ذلك، إلا بدليل يدل على ذلك. وعلى ذلك قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقول الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولأنك إذا امتثلت أمر الله مباشرة فور صدوره فهذا أدخل في تعظيم الآمر، هذا أدخل في باب تعظيم الآمر. فإن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء، ثم تأخر العبد ساعة، فإن تأخره هذا دليل على عدم تعظيمه لأمر سيده. لكن من حين ما يقول اسقني ماء يقوم العبد مباشرة، فلا جرم أن فورية الامتثال والمباشرة في الامتثال هذا أدعى لتعظيم القلب لأمر الله عز وجل. ولأن المبادرة في الامتثال أبعد عن الصوارف، فإنك لو تراخيت وتأخرت ربما يأتيك ما يصرفك من نسيان أو أشغال. وكم من إنسان فوت مأمورا بسبب كثرة الصوارف والأشغال التي أصابته. ولأن الإنسان قد يموت قبل أن يمتثله، فامتثالك فورا أدخل في تعظيم أوامر الله وأبعد عن الصوارف والأشغال وأبرأ للذمة، وأبرأ للذمة. فإذا وصيتي لكم أن كل أمر يأمركم الله به فالواجب عليكم أن تبادروا بامتثاله، إلا الأمر الذي وردت القرينة أو الدليل المجيز لك أن تتأخر في تنفيذه. وعلى ذلك اختلف العلماء في حكم إخراج الزكاة بعد حلول الحول، هل يجب إخراجها في يوم حلولها أم للعبد أن يتأخر إلى يومين أو ثلاثة؟ الجواب، أجيبوا يا أخوان، الجواب بل يجب عليه إذا كان قادرا وواجدا للفقير أو المسكين أن يبادر في يوم حلولها بإخراجها، ولا يجوز له أن يؤخره، لأن الأصل في الأمر الفورية. وقد أمرك الشارع بإيتاء الزكاة، وقد أمرك الشارع بإيتاء الزكاة، فيجب عليك امتثال أمره فورا. مثال آخر: إخراج الكفارة إذا وجبت عليك، فعلت محظورا من محظورات الإحرام، فمتى يجب عليك إخراج الكفارة؟ يجب عليك إخراج الكفارة فورا، ولا يجوز لك أن تقول سوف أؤخرها حتى أرجع إلى البيت. فإذا كنت قادرا على إخراجها فالواجب عليك أن تخرجها فورا. وكذلك إذا وجبت عليك كفارة يمين فلا يجوز لك أن تؤخرها سنوات، فإن من الناس من لا تزال ذمته معمورة بكفارة أيمان، حلفها قبل شهر وإلى الآن ما كفر، من الذي أجاز لك هذا التأخير؟ أنت آثم بهذا التأخير، لأن الشارع أمرك بإخراج الكفارة في قوله: فإطعام 10 مساكين. وهذا أمر، والأمر يقتضي الفورية، وليس هناك دليل يدل على التأخير، فلا حق لك في ذلك. لكن إذا دل دليل التأخير فلك أن تؤخر، مثل قضاء رمضان، من أفطر أياما بالعذر في رمضان فله أن يبادر بالقضاء وله أن يؤخر إلى ما بعد ذلك، لكن لا يجوز له أن يؤخر حتى يأتي رمضان الثاني. وعلى ذلك حديث عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فكنت لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بذلك ويقرها. فإذا بما أن القرينة وردت في قضاء الصوم فنقول بجواز التأخير. طيب، إذا وجب الفرع الرابع: إذا وجب عليك الحج فهل يجوز لك أن تؤخر إذا كنت قادرا ومستطيعا على الحج في هذه السنة، الأمور متيسرة والسبل مفتوحة والمال موجود، هل يجوز لك أن تؤخر؟ الجواب: يحرم عليك، بل تأثم لو أخرت الحج عن هذا العام إلى
العام القابل، لأن الحج أمرك الشارع به في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيجب عليك متى ما كانت السبل متيسرة والمال متوفر والأمن موجود أن تحج هذا العام، فلو أخرت إلى العام القابل فأنت آثم، يجب عليك أن تتوب. إذن الخلاصة أن كل أمر يأمرك الله به فاحمله مباشرة على هذين المحملين، على محمل الوجوب وعلى محمل الفورية، فلا تنصرف من الوجوب إلى الندب إلا بصارف، ولا تنصرف من الفورية إلى التراخي إلا لصارف.